حياكم الله من الحفل الختامي لبرنامج ذا بودكاست هاب، واليوم راح نشهد اعلان الفائزين بمنحه مساحه واللي راح تنقلهم لعالم البودكاست الحقيقي. تفاصيل في هذا التقرير. والله مدينة الشباب، نجاح المدينة من نجاح الشباب البحريني المبدع، وهذه برنامج إعلامي أظهر لنا خامات شبابية متميزة في مجال البودكاست، وهذه مجال يعني شاسع وبحر يعني لازم نبحر فيه. وشفنا صراحة مواهب جميلة من مختلف الأعمار، احنا دورنا واجبنا نكون متواجدين ندعمهم، نكتشف هذه المواهب وفعلا نستثمر فيهم سواء داخل البحرين أو خارج البحرين. فأنا استمتعت صراحة بوجودي، اكتشفت أن نفس ما نقول دائما البحرينيين معدنهم ذهب، والبحرينيين يبدعون في أي مجال. الأمانة فخورة فيهم كلهم، يمكن أول يوم شفتهم كنت أقول أن أعمارهم صغيرة، لكن سبحان الله شكثر هاي الأعمار الصغيرة أبدعت وسووا كل هاي الأعمال اللي أنتوا تشوفونها. شوكيس كان بادي من الساعة 3 العصر لين الساعة 7، وشرفتنا طبعا سعادة وزيرة شؤون الشباب سيدة روان بنت نجيب توفيقي، وأيضا أصحاب السعادة من وزارة الشباب. كنا جدا فخورين بهاي الأعمال اللي بإذن الله ترى النور. اليوم قاعد نتكلم عن 3 أعمال، جنزي، بلان بي وفصلة، فترقبوا شيء جديد على في عالم البودكاست مع مساحة. شكرا لمساحة على انهم كانوا المشغل لهاي العام، وبإذن الله بودكاست هابور يكون أكبر وأكبر. فخورة فيكم جميعا وفخورة بكل أعمالهم، وإن شاء الله يا رب إن احنا نترك أثر ولو بسيط بهؤلاء الشباب. أول شيء احنا فخورين دائما بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب، دائما يقدموا لنا الفرصة إن احنا نكون متعاونين معهم في إنتاج وتدريب البودكاست لشبابهم المبدعين. الحمد لله اليوم هذه كانت ثمرة ختام برنامج The Podcast Hub، والحمد لله شفنا اليوم نتائج جميلة جدا، وبإذن الله بتشوفوهم إعلاميا وطالعين على مستوى بإذن الله البحرين ومستوى الخليج. تقدر تقول نهاية الحفل بس بداية الشغل، الحين هما بيدشوا في مرحلة ثانية، مرحلة أنهم يبتدون في الإنتاج، مرحلة أنهم يبتدون الشغل الصح. الله يوفقهم إن شاء الله. إحنا جدا سعيدين إن إحنا قاعدين نحاول إن إحنا نعطي الشباب فرصة مثل ما إحنا حصلناها من اللي قبلنا، نحاول إن نرجع هذه الفضل حق المجتمع. فإن شاء الله قريبا البودكاستات تكون على قناة مساحة. طبعا أنا حادي مستانسين، نفذنا شيء ما توقعته، مو لأن إحنا ما سوينا زين، بس أنا كنت أشوفنا في وايد أفرق سووا أشياء زينة، بس حادي مستانس على الفوز، وأحس يعني تعبنا منه فايدة. إذا إحنا يعني اليوم نحن تعبنا وصلنا حق اللي نبيه، وإن شاء الله بنكمل معاهم. هاي إحساس يعني أنا وايد مستانسة في قمة السعادة. طبعا شعور ما ينوصف، أنا سعيد جدا بفوزنا اليوم وحصولنا على المنحة من قناة مساحة. أتمنى لنا التوفيق والنجاح. صراحة شعور جدا جدا مستانسة، كلش ما توقعت ان احنا بنوصل لهالدرجة، يعني من بودكاست مدينة الشباب شلون جينا لهني، يعني